الثاني حلوه نقلوها بسرعه منقول على طول التسديده او جول جول ياتي القرار بصاروخ تغدويني عدنان تغدويني نازل مخصوص يجيب الجول وكانه بيكافئ بن فيربيك على التبديل قلت لحضراتكم لعيب كويس ونازل عشان يعمل الزياده الهجوميه كما يجب لان هم اللعيبه كويسين موجودين لكن مفيش الهجمات بالمعنى خرج ياسين قاسمي ونزل تغدويني عشان يسجل نجم فيتيس ارنهايم الهولندي ومعاها طبعا فرحه كبيره في المدرجات عند الدقيقه 59 البديل عدنان تغدويني صاروخ يغالط فيه الحارس سيد احمد معزوزي ويسجل الهدف الاول للمغرب شوفوا حضراتكم ادي البدايه بره هذا شوف من بعيد هو القرار من بعيد بند عملت البند في مكان صعب جدا يا معزوزي عملت البند فين على حدود الستة من مسافة قريبة ما يقدرش معاها مع سرعة الكرة الجابولاني في الأساس اللي لازم اللعيب يكون متحضر ليها كويس جدا والحارس خصوصا وتروح الكرة على شماله وداخل الشباك مع فرحة مغاربية مع بن فيربيك مع الطاقم الفني